ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما لبرنامج الملاتي، برنامج المرأة بامتياز، وكيحضر معنا خبير الشعر والتجميل أحمد سليمان. أهلا بك أحمد. أتمنى تكون على خير وعشر مباركة وعيد صباح سعيد. النور إليك سنة ولا أثير إذاعة مد راديو. مرحبا للمستمعين الكرام. اليوم أحمد سليمان معاك، أنت كخبير الشعر والتجميل، بغنا نتكلمو على كيفاش يعني نحدو من تساقط الشعر وكيفاش نقويو البصيلات ديال الشعر والفروة ديال الرأس، لأنه من خلال البرنامج اللامولاتي كتجي طلبات كثيرة وأسئلة كثيرة على المشكل يعني ديال تساقط الشعر، وكذلك أنت كخبير الشعر أكيد في صالون ديالك يعني كيجيو يعني تساؤلات وطلبات كثيرة على كيفاش يعني نحدو من هذا تساقط الشعر اللي مشكل ربما كيواجه دابا ماشي غير سن معين، يعني السن اللي مشكلة العصر، يعني مشكل مشكلة العصر هي تساقط الشعر. صحيح. فبدأ أول حاجة، شنو هي أسباب تساقط الشعر من جهة تجميلية؟ أوكي. نحن سبق وحكينا عن العناية بالشعر من بعد الصيف فعلا. وكانت قبل عم نحكي على الموضوع. مؤخرا اجتنا حالات كتير كبيرة هي عن مشاكل تساقط الشعر، فما قدرنا نحكي بموضوع علاجه قبل ما نشخص الحالة. عندنا مثل ما بتعرف في سناء ماشين خاص لنفحص فيها بصيلة الشعر لنشوف شو أسباب التساقط، لأنه مثل ما بنعرف بشكل عام تساقط الشعر هو عنده ثلاث أسباب، هو العامل النفسي والعامل الطبيعي والعامل الغذائي. عم يكون في كتير بالمرحلة التجميلية عم تكون نسبة 90% موجودة من الحالات اللي عم تكون عنا عم تحمل تساقط للشعر بسبب شغلة بسيطة نحن حنحكيها، هي بسيطة وبنفس الوقت كتير خطرة. بسيطة لأنه عم تكون بصيلة الشعر مسكرة من الميديتي، وهذا الموضوع عم يكون يعني المرأة بشكل عام عم تكون عندها استهانة بس تاخد الدوش تعمل الشاور عم تخلي شعرها مي، عم يكون عم تتكون فطريات كتير كبيرة نتيجة انه ما بنحكي بكازا مثلا في جو رطوبة وفي بحر وفي تلوث، فالمي بس عم يكون موجود بالشعر عم تتولد عنا فطريات عم تسكر بصيلة الشعر هي اللي عم تؤدي لتساقط الشعر بشكل كثيف. يعني هذه ربما نقطة اللي هي عادية وما كردوش لها البال، ولكن كتعطي المشكل بحدة ديال تساقط الشعر، وهي فعلا يعني كيف ما نصحتينا من قبل وبدينا كنهتموا بهذا الأمر، وعلى أساسه أنه ملي كنغسلوا الشعر ديالنا وكنربطوه ويعني ما كنشفوش طبيعيا يعني بالفوطة، يعني كنخليه هو مربوط وهو فازق يعني ما ناشفش، أكيد هذا بيعمل مشكلة. صح، مشكلة بتمنى كمان أنا عم نوح عليها كل مرة، لأنه في ناس كتير استدركت هذا الموضوع خف المشكلة عنده، في ناس نرجع نذكرهم فيها فعلا بهذا النصيحة. كيف ما قلتي من بين أهم الأسباب اللي ربما ما نتكلموش عليها اليوم لأن هذا مش التخصص ديالك، وكاين أسباب نفسية وأسباب عضوية. صح. يعني للأشخاص المصابين بمرض ما وأسباب غذائية، يعني حتى لو بموضوع اللي هو أسباب نفسية اللي هو الاسترس والشيء يعني الغذائي حنحكي شوي نحن فيها، حفوت بشق مش طبي بس إلى علاج ولا بتساعد كتير على تخفيف هذه الحالة. يعني مثلا الاسترس عم يكون في طبقة عم تتكون من الداخل عم تطلع تسكر كمان بصيلة الشعر فنحن الباز اللي حنشتغل فيه انه هو تساقط الشعر هي البصيلة. بصيلة كيف نتعامل معها؟ هلا نحن عنا تقنية جديدة هي بتفتح بصيلة الشعر وبنضخ فيها الأكسجين وبنطهرها. هيدي حتى لو عم يكون الموضوع فيه ستريس ولا عامل طبيعي عم نعطي ضخة أكسجين لفروة الرأس عم نخليها ترجع تفتح تشتغل اكثر، هلا كتعاود تجدد وكتعاود تحيا من جديد. صحيح، نحن عم نتعامل بالطبقة العليا مش من تحت، يعني مش جراحي، يعني واخا كيكونوا مشاكل نفسيه ولا مشاكل عضويه ممكن يعني بهذه الطريقه كنعاودوا يعني صح نرجع نعطي حيوية نسبه 60 ولا 70% انه ترجع تشتغل البصيله. البصيلات ديال الشعر باش نوريو يعني باش ننصحوا المستمعات، والبصيلة الشعر هي المسؤوله على تنبيت الشعر، يعني هي ديك فين كينبتوا هي الشعر، هي المتنفس
اللي بيطلع منه الشعر من داخل الجلد لفوق، فهي المسؤولة عن كيف يطلع الشعر بطريقة سليمة. وهي غير بتفرق البصيلة من البصيلة لمكونات الشعرة. مكونات الشعرة نحن سبق وحكينا انه بتتألف من 80 ل 95% من مادة اسمها الألفا كيراتين، هي المسؤولة عن تطويل الشعر، عن نمو الشعر، عن صحة الشعر. البصيلة هي القاعدة، يعني مثل الرحم بس يطلع منه البيبي. اذا بنشبه هيك البصيلة هي هذا هذا التشبيه اذا قدرنا نشبهها. فهيدي البصيلة اذا كانت مريضة ما بتخلي الشعر يطلع، بيطلع الشعر ميت. بالنسبه للبسيط يعني النصائح البسيطه جدا بالنسبه للسيدات كيفاش انهم يعني يحافظوا ويعتنيوا بالفروه ديال الراس والبصيلات الشعر، لانه في الغالب ملي كنتكلموا على الشعر كنتكلموا كيفاش نرطبوه، كيفاش غادي نعتنيوا به الاطراف باش ما يكونش عندنا ميدم يعني من مقدمه الشعر، وما كنركزوش على البصيلات وعلى الفروه ديال الراس من الداخل. صحيح. هلا بصيله الشعر تليك من احد اسباب التلف تبعها او انه بتموت، هي تليك التعامل معها بطريقة سليمة، انه بس نغسل الشعر ننشفه، نتعامل مع فروة الراس على انه بيبي، ما كتير يعني نضغط عليها. في ناس بس تطلع من شاور بتنشف شعرها بالفوطة بشكل بيكون كتير قوي، بتكون هني دجاج عندهم اياها في حساس يعني سونسيبل. حتى هذيك الطريقة ديال كيف قلتي ديال الفوطة، مثلا ملي كنديروا الشعر ما بين جوج فوطات وما بين يعني الجهة الفوطة اليمنية ولا السريع كنبقاو مثلا نمشيو نجيبو فيها، يعني واش هذيك حتى هي طريقة يعني خاطئة ما خصناش نديروها من الأفضل؟ اي سيدة تعتبر انه الشعر تبعها وفروة الراس تبعها بيبي تتعامل معه بحنية، ما تتعامل معه يعني بجهد. حتى نوعية الفوطة اللي عم نمسح فيها كمان بتأثر، في كتير نايلون عم يكون فيها فلازم بفضل تكون قطن عشان تكون دفينا. يعني احمد بالنسبه للنصائح التجميليه، لانه ملي كنتكلموا يعني على شي امور كتبان بسيطه، ولكن ملي كنجيو يعني مع خبير ديال التجميل كنلقاو بانها مثلا مغلوطه. مثلا الطريقه الصحيحه كيف ما قلتي دابا عطيتينا الطريقه الصحيحه يعني باش نشفوا الشعر ديالنا، طريقه صحيحه مثلا غسل الشعر، وطريقه صحيحه مثلا تمشيط الشعر. تمشيط الشعر اذا ما نحكي عنه هو ضروري ينعمل، لانه هو سبور تبع الشعر، هو دايما عم بيخلي الشعر بينشط الدورة الدموية بالشعر، بشيل الشعر اللي ميت. ما يخافوا اذا حدا عم يعمل عم يمشط شعر ونزل شوية شعر، شيء طبيعي انه ينزل كمية قليلة من الشعر، لانه نحن قلتلك في خلايا بتتجدد، فطبيعي انه بكمية ضئيلة اذا نزلت شوية شعر بالبروس ما يخافوا. طب انت معنا في المغرب وفي غالبية السيدات كيمشطوا بديك البروسة اللي مدورة، يعني وكين ما كان ناخدوش مثلا مشط اللي كيف ما تنصحونا مش للسنينات ديال واسعين باش ما ينزلش لينا، واش كتشوف حتى هي ممكن تأثر على المشكل ديال تساقط الشعر؟ لايكي هذه البروس هي المواد اللي موجودة منها مواد نايلون. في اللي بننصح فيه نحن اللي هو السيراميك، الشيء الطبيعي مشان يتفاعل يعني يتناغم مع الشعر، لأنه في شغلة بالشعر حتى البروس، إذا نحن عنا شعر طبيعي إذا تعاملت مع الشعر بمعدات طبيعية، مثل مثلا في عنا بروس نحن من شو اسمه من شعر الحيوان يعني المعزة، إذا تعاملت معه ولا من شعر تبع الخال، هول شغلات طبيعية. إذا بتحسي بس تمشطي الشعرة بتحسي الشعر بتحسي الشعر عم بتنام عم تتأقلم مع، لأنه شيء طبيعي. بس الشيء اللي مش طبيعي الشعر بيهرب منه، بحال كيولي الشعر بحال مكهرب لأنه مش طبيعي. شيء مش طبيعي مع شيء طبيعي بيهرب من بعض، بس شيء طبيعي مع شيء طبيعي بتلاقيه عم يتناغموا مع بعض. هلا هذه أمور بسيطة بس كتير مهمة لصحة الشعر. وبالنسبة للطريقة الصحيحة يعني لغسل الشعر، الطريقة الصحيحة يعني كيفاش نغسلو الشعر ديالنا بطريقة اللي هي صحية اللي ما غاديش تضرب الشعر. لايكي كمان يعني للأسف انه في كتير مواد مش طبيعية، ومواد عم نحكي عصايد شامبوان اللي هو بسيط، يعني اي سيدة ولا اي رجل ولا اي بيبي بيتعامل بالشامبوان، لازم نختار مزبوط شو عم نعمل. في شغلات، في مثلا شامبوان بيضر الشعر ما بيفيده، نسبة المواد الشيميك اللي فيه بتكون فورس على الشعر، بتطيح الشعر، بتعطيك يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة ملمس ناعم للشعر، بس بعدين
بتعطيك بتنفش الشعر وبترجعه لحالة أسوأ، بتنشفه يعني المواد المحطوطة فيه بتعطيك لأول ساعة لأول ربع ساعة بتضعف شعر بتعطيك شعر ناعم من بعد بيعمل ردة فعل لأنه بتكون راحت هذا السيليكون الموجود بالشعر، حتى هي تقدر تعطي تساقط شعر طبيعي. هلأ التساقط نحن عم نحكي من شق التجميلة. هلأ في كتير ناس واجوا لعندي وعملنا نحن وياهم الاسماء اللي حكينا عنه تبع الأوركاديا، كان عندهم تساقط قوي خف بنسبة 80% بس ما وقف، طلبنا منهم يعني يستشيروا دكتور، عملوا فحوصات، كان في عندهم اللي عنده فقر دم، في حتى السيدات اللي عم تاخد موضوع حبوب منع الحمل عم تأثر كتير كمان عم تعمل تساقط مش عم ينتبهوا لها. فمن بعد الحالات اللي صارت موجودة عنا شفنا انه في نسبة 20% من السيدات اللي عم يكونوا موجودين عم يضل عندهم نسبة تساقط الشعر، عم يخف بنسبة 80% بس عم يضل في تساقط خفيف. السبب انه هي اذا عم ياخدوا ادوية، اذا عندهم حساسية، اذا عندهم عم ياخدوا موضوع قول حبوب منع الحمل، اذا عندها فقر دم، يعني في كتير عوامل هي كتت بس هذا اللي عم نعمله عم يخفف بنسبة 80% هذا التساقط. اذا مستمعينا مازالين مواصلين رفقة خبير الشعر والتجميل احمد سليمان، اليوم كنتكلموا معاه على كيفاش نحدوا من تساقط الشعر وتقوية البصيلات ديال الشعر والفروة ديال الراس. فغادي نعملوا فاصل ونرجعوا مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. مرحبا بكل تساؤلاتكم، عندكم اي تساؤل طرحوها على خبير الشعر والتجميل احمد سليمان. لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال برنامج الملاتي ورفقة خبير الشعر والتجميل أحمد سليمان. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. معنا أول مكالمة. ألو، معنا كوثر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كوثر. عرسلكم بروكا كوثر من الشفشاون. مرحبا لله، بارك الله فيك. أنا سؤالي عندي هو أنا عندي الشعر ما كيتحليش مرة، ما عنديش مشكلة الشعر كيتح، ولكن القدام عندي خاوي كيخوالي بوحدهم، يعني شحال ما كيتحلي ما والو، شحال خاوي من القدام. يعني ما عندكش مشكل ديال تساقط الشعر ولكن عندك مشكل خاوي من الشعر، خاوي من القدام. ما عرفتش شنو غادي نعملو. انت محجبه كوثر؟ يعني كديري الزيف؟ انت دايره الحجاب؟ لا ماشي الحجاب، لا ما دايرش الحجاب. وما كديريش الزيف؟ لا لا، فلوس كنت كندير بعض الزيوت، ولكن من بعد صافي عافية، يعني مدة طويلة وأنا كنعمل هذا. يعني مش عارف ما كيتحليش، ما عندي مشكل ديال تساقط الشعر. كوثر قد ايه عمرك؟ أنا 32 عام. ومتين بلش عندك هذا المشكل؟ كنا شي 10 سنين هكذا، يعني من كنت باقة صغيرة هو عندي هذا المشكل. اوكي، ونحن من شوي حكينا على موضوع بس نعمل شاور، بس ناخذ الدوش، بتخلي شعرك رطب يعني كله مي ولا بتنشفيه بسرعه؟ لا، كنشف شعري مزيان، بالعكس كنشف شعري. بتنشفيه بالفوطه؟ باش كتنشفيني الطريقه اللي كتنشفي بها الشعر ديالك؟ شنو ما الطريقه اللي كتنشفي بها الشعر؟ واش كديري السشوار ولا كديري الفوطه؟ لا فوطه. لا، ما كنديرش سشوار. انا الشعر ديالي يعني من النوع اللي ضعيفة رقيقة بزاف، يعني ما تنعملش استشوار مرة، ما كنعملوش. اوكي، بتاخدي شي دواء كوثر؟ الو، عندك شي دواء بتاخدي؟ هذا ديال الحمل، يعني حبوب منع الحمل. من حبوب منع الحمل. واخا كوثر، شكرا لك بزاف، واكيد من خلال النصائح اللي قدمتي لنا يعني كيف ما قلتي الحمد لله ما عندهاش شي مشكل، من غير يعني المشكل ديال الحبوب منع الحمل، يعني كيبقى انه ممكن ترجع تستشر مع الطبيب، يعني كاين دابا بزاف ديال الانواع اللي ممكن تغير. تفضل شوف مع الطبيب لانه بعد صغيري غير هو احمد هاد المشكل، هي قالت لك ما عندهاش مشكل تساقط الشعر، واخا عندها زغبه يعني ضعيفه، ولكن هاد المشكل ديال الشعر انه خاوي من القدام يعني ماشي ديال عام ولا عامين، يعني تقريبا هي قالت 10 سنين على الاقل. ممكن يكون هي نوهت عشان لانه عندها الشعر رقيقه، فممكن يكون شيء عندها وراثي. بفضل مثل كوثر انه ما عندها مشكله بشكل يعني كامل، خاصه بعمرها صغير وعم تستخدم اساليب انه عم تنشف شعرها مش طريقه مزيانه. بنصحها انه تشوف دكتور، تشوف اذا عندها فقر ولا شيء اللي ممكن هو اللي كيعطي هذا الفراغ ديال الشعر من القدام. ناخذ اسلام من فاس. الو، كازا من الدار البيضاء. مرحبا اسلام. لا بس الحمد لله.
عرفتك كنعاني من تساقط الشعر دابا صافي دابا شي 3 زون بحال هكا كيطيح ليا واخا كندير المواد الطبيعيه كل سيمانه ولكن كيطيح ليا واخا يعني تساقط الشعر عندك يعني بشكل كثير واخا كندير ليه المواد الطبيعيه حتى الشامبو كنديرو طبيعي قد عمرك يا اسلام 18 عام 18 عام اذا بتحبي تمر الى عنا على المركز اللي معنا في الدار البيضاء بما انك موجوده بكازا كمان نحن حنستمر بموضوع الدياجنوستيك سناء جراتوي لانه مسؤوليه صارت كثير كبيره وبتجي وان شاء الله بنشوف شو المشكله وبنعطيك الحل يلا خليك معنا اسلام نرجعك للستوندار وفرصه انك تمشي عند خبير شعر التجميل احمد سليمان وديري الدياجنوستيك بالمجان هو هذا العرض ديال الدياجنوستيك مازال يعني ساري لكل المستمعات يعني ممكن انهم حتى لانه كاين بزاف كيقول لك احنا في مدن اخرى كيفاش غادي نديروا فممكن يعني في اي وقت جاوا للدار البيضاء ممكن انهم يجيو بيجوا اهلا وسهلا وانا ان شاء الله قريبا حاعمل جوله بالمغرب كامله بس يعني هذه الخطوه قد ما عم تلقى منهم اتصالات بمدن بعيده ما عم يقدر يوصلوا فان شاء الله الله يقدرني وقريبا حنعمل جوله تليك على كل المدن المغربيه ونعمل حمله دياجنوستيك للشعر جراتوي ناخذ مكالمه اخرى معنا بشرى من الدار البيضاء دائما الو 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 بشرى ناخذ رجاء من ارفود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله رجاء الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا رجاء تفضلي عندي الشعر رقيق الزغبه رقيقه وكيطيح لي بزاف وما كيكبرش ما كيطوالش مره يعني الزغبه رقيقه بزاف والشعر ديالك عندك خفيف ما كيطوالش ما كيطوالش وخفيف ما فيهش الزغب بزاف اكثر يد البلايص خاوي يعني تابعتي البرنامج يعني من الاول ونتمنى انك يبدا على الاقل تستفدي من هذه النصائح اللي يعني قدم لنا احمد سليمان خبير الشعر والتجميل وكتبقى ضروري كيف قلتي الاستشاره الطبيه لانه ملي كنحيدوا العضوي الا كان شي مرض ما وملي كنحيدوا النفسي كيسهل عندنا نتعاملوا بالشعر بسهوله صحيح صحيح بس مثل هذه الحاله عندنا ما بعرف اذا عامله اذا مش عامله شي مواد بشعرها حاطه شي مازال معنا رجاء وي رجاء احمد كيسولك واش يعني كديري يعني كريمات ديال التمليس ترطيب الشعر ولا كيراتين ولا مره واحده درت ترطيبه من داك الساعه اللي مبقاش يكبر لي اوكي هذه المشكله اللي عندنا انه ماش عم يطول شعرك هي ماده الالفا كيراتين الموجوده بالشعر الطبيعيه ماش عم تشتغل المفروض ترجعي تعملي لها يعني تعاملي معه مشان يرجع يطول الشعر ويوقف التساقط المشكلة مبينة عندك بالمعلومات اللي عطيتينا إياها هي مشكلة حطيتي مواد مضرة بشعرك هي اللي يعني اللي عملتك هذه المشكلة يعني خاصة ترجع تعتني بالشعر ديالها بالشعر هل أنا بنصحها ما بعرف فيه يمكن بمدينة بعيدة ما أرفود من أرفود يعني تلتزم بهذه النصائح لانه خاصه تعتني بالشعر ديالها لانه كانت كدير يعني كريمات يعني ديال الترطيب وحنا كنعرفوا الترطيبه كيفاش كدير بالشعر هي مسمى للشعر صح واخا شكرا لك بزاف رجاء ونتمنى انه كل المستمعات يعني يلتزموا بهذه النصائح اللي ربما دائما كناكدوا عليها انه كتبان النصائح اللي هي سهله وبسيطه يعني ملي كنقولوا غسل الشعر يقولك شكون اللي ما تيعرفش يغسل الشعر ديالو وشكون اللي ما تيعرفش ينشف الشعر ديالو ولكن ملي تنوقفوا على الخطوات اللي خاصنا نديروها واللي هي بشكل صحيح واللي غادي تحد من تساقط الشعر كنلقاو باننا كنا كنغلطوا في بزاف ديال النقط صحيح صحيح نمشيو بالنسبة لي على ذكر يعني الكريمات ديال التمليس يعني واش استخدام صباغات باستمرار الناس اللي كيسبغوا السيدات اللي كيسبغوا الشعر ديالهم كل 15 يوم كل 20 يوم بالإضافة مثلا كيستعملوا الكيراتين كريمات ديال التمليس الترطيبة واش هذا الشيء حتى هو السيشوار كذلك ولا الليسر واش هذه حتى هي كتأثر على الشعر وكتعطي تساقط الشعر ولا ممكن تعطي غير تقصف ولا ضعف ديال الزغبة؟ هي البداية بتبلش تقصف ضعف تساقط هي مراحل بتبدا بس كله بيأثر على هذا الموضوع يعني كل شيء هذا النقاط خاصه حتى هي نحاولوا اننا قد ما نقصنا من هاد الامور قد ما غادي نعتنيو بالشعر ديالنا صح صحيح معنا اس ام اس كتسولك واحد المستمع عندي مشكل ديال الشعر ديالي ما كيطوالش نهائيا واخا كنقطعو واخا كنداويه الزغبه يعني صحيحه وزوينه ولكن ما كيطوالش ما عم يطول لانه المكون الطبيعي تبع الشعره ما عم يشتغل
نايم بقلب الشعره مفروض ينعمل له يعني يعني بحال الطريقه اللي قلتي لنا ديال الاكسجين بهذه الطريقه يعني هو اللي كيجدد ممكن لا لكن الاكسجين تبع الشعر تبع البصيله شكل اخر مختلف كليا عن تبع الشعره البصيله نحن نتعامل معها بس مشان نفتحها مشان تتنفس مشان نطهرها الشعره سناء مثل ما حكينا تتالف من 80 ل 95 من ماده اسمها الالفا كيراتين هي المسؤوله عن نمو الشعر والصحه هيدي الماده مع الوقت ومع المواد الشيميك بتنام ما عادش بتشتغل فمفروض يعني اذا موجوده بكذا ولا بمدينه قريبه تسال على منتوج الاوركيدي وتعمله بالنسبة لهذا المنتوجات العناية بالشعر من خلاصات الأوركيدي اللي كنت قدمتي لنا واللي الحمد لله لقوا صحة ديال بزاف ديال المستمعات وإن كان بعض الأشخاص لأنه مؤخرا يعني أنا ما بغيتش نتكلم على الأمر إلا في الحضور ديالك لأنه كانت يعني توصلنا بواحد المكالمة من واحد السيدة واللي إحنا عرفنا أنه هي يعني مكالمة زعومة وبزاف السيدات اللي بالعكس لقوا العكس من خلال هذه المنتجات لأنه هي منتجات طبيعية ومن مواد طبيعية والتقنية ديالك يعني الطريقة اللي إحنا شفنا ومشينا صورنا معاك يعني التقنية اللي هي سهلة وكتبان النتيجة غير هو من اللي تكلمتي على بأنه الكيراتين راه فيها مواد مسرطنة اللي هي الفورمول صحيح هيدي سابق وحكينا أنه أنت تهجمت كتير وتعرضت كتير لانتقادات وحتى المستمعة هذيك المرة اللي حكيت معنا على التليفون وحكيتك من رقم برايفت ما طلع رقمه نحن بالمركز عنا سنة اي كليون بتجي لعندي الى ملف تبعها وبتراجع بعد 15 يوم فكانت للاسف احنا بفتره يعني عيد الله يعيده على الجميع وانت بتعرف انه انا كتير بحترم المراه المغربيه وبالنسبه لالي هي مرأة عالميا الحمد لله بالمرتبه الاولى من حيث العطاء وكل شيء عيب يعني هيك تجي عنا وحدة تشوه هذه الصورة اللي هي عم تشوه رأسها مش نحنا نحنا الحمد لله موجودين المركز موجود والنتيجة وأنه كتعامل الحمد لله مع صالونات يعني كبار على مستوى المغرب صحيح. كله والحمد لله يعني كيلقاو نتيجة لها التقنية لأنه هي التقنية كتعتني بالشعر يعني كتساعد على تطويل الشعر وعلى العناية به وحتى هذوك المنتوجات اللي يعني كيتعطاو معاه ربما الناس ولا السيدات يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن أن نتكلموا عليها هو الثمن ديال هاد يعني هو اللي تيكون مثلا ربما حاليا ماشي في متناول الجميع ولكن قد ما ضروري هو انه الحاجه اللي كتكون يعني فيها العنايه كتكون شويه طالعه شويه في الثمن هذا السبب يعني تصور هلا اللي عم يعملوا التحنيط للشعر اللي بيسموه كيراتين مصر عم يشتغلوا ب 400 درهم انا بهذا المنتوج بعمله ابتداء من 2000 درهم على حسب طول الشعر بس انا بعتمد على معيار الشعر شو بياخذ البرودوي لانه بنتعامل مع الشعر بنتعامل مع فروه الراس انا عندي العلاج مقسوم لاثنين هو الشعر وفروه الراس مثل ما حكينا انه مواد طبيعيه مش مواد فيها شيميك مش مواد مضره عندي بكره ان شاء الله بزودك بملفات فيها صور لبيبي عنده 5 سنين و6 سنين لمرة حامل عم تعمله فسيف عنا هذا الموضوع يعني البرودوي بشكل 100% برجع بقلك انه موضوع الفورمول انا يعني سلطت الضوء عليه انا مؤخرا تلاقيت مع شخص كذا شخص يعني عندهم شركة تبعوا الكيراتين بتربطني فيهم صداقة فكان في زعل يعني نوع من العتب انه حشوم عليك عم تشتغل نحن كمين عم نشتغل بالمرشة فتكون منافسة شريفة فحكيت انا وياه قلت لهم منافسة شريفة انا ما بعمري جبت اسم شركة بتبيع كيراتين ولا هتكلمتي على المادة انا حكيت على مادة اول شيء بامريكا بيحاربوها باوروبا بيحاربوها انا سلطت الضوء عليها من منطلق ضمير مهني فعلا يعني نحن كلنا بنحب نشتغل ونعمل بزنس ونعمل فلوس بس حلو انك تشتغلي بطريقه وبضمير ترضي رب العالمين يعني وبطريقه انك تحكي فيها ومش شيء اللي هو من نسج الخيال عم نحكيه بطريقه علميه هيدي الماده عم تعمل كونسير
حرام حرام حرام. كيف ما قلتي لانه عطيتي واحد الكلمه مهمه وانه الكيراتين كتحنط الشعر، يعني كيبان لنا انه ناعم في الملمس ديالو ربما لشهر ولا لشهرين، ولكن من بعد كل المشاكل ربما كيتزادوا على مشاكل جميليه اخرى. وعاد كيف قلتي لانه هذيك الماده كتصرف في الفروه ديال الراس والبصيلات، وبالتالي ممكن تعطي يعني انا بتمنى يعني انت تعملي احصائيه او شيء تسالي الناس اللي عاملين كيراتين، يعني المستمعات خلينا نحكي بلالا مولاتي اللي عاملين كيراتين، اكيد في ناس كثير عملت كيراتين، شو نسبه التساقط اللي صار من وراء الكيراتين بعد شهرين، وكيف صارت الحاله الصحيه للشعر؟ هذا اكبر دليل على اللي نحن عم نحكي فيه. بعكس اللي عم نعمله نحن اللي هو انه ما في مواد كيميك، اللي هو عم بيعالج الشعر، عم بيعالج الفروه بشكل طبيعي وعم بيطول. يعني هلا عنا نسبة اليوم كتير عم يجي بعد 3 أشهر عم يقول أحمد أنا بدي عيد المنتوج لأنه طول شعري بشكل سريع. فان شاء الله الوقت نحن موجودين، الوقت بيقلنا الا سمحتي احمد، بما انه كنتكلموا على منتجات العنايه بالشعر، يعني من خلاصات الاوركيد اللي كنتي قدمتي لنا، وبزاف ديال السيدات اللي تيكونوا ربما خارج يعني المدن اللي انت يعني كتوزع فيها هذه المنتوجات، وكياخذوا كيحاولوا انهم يقتنيوا مثلا داك الشامبون دي مالور اللي كيمشي من بعد ملي كدير التقنيه ديالك، فواش حتى هي كتليق ولا ضروري انهم يديروا التقنيه ومن بعد عاد ياخذوا الشامبون؟ لانه احيانا كيقول لك خديت شامبون دو ميلوغ وما دار لي والو الشعر ديالي. لا لايك، هي الشامبون والماسك هو عنايه للشعر، يعني عنايه بعد العلاج. وممكن يعني يستخدم مشان ما يتطور حاله الشعر عندهم ويتحسن اذا ما عملوا العلاج كامل. بس كمان بدي نوه على شغله اليوم لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، ينتبهوا بس يروحوا على صالونات. للاسف نحن انا عندي صالونات معتمده لهذا المنتوج، في ناس عم بتروح على صالونات عم تقول لهم بدنا هذا المنتوج، عم يقعدوها عم يعملوا لها كيراتين ويقولوا لها هذا المنتوج. يعني كتبوا منتوجات مقلده مش مقلده، عم يحطوا لها الكيراتين عم يدعوا انه هو هذا المنتوج الفورموال. فان شاء الله الحلقه الجاي هزودك بكل الصالونات المعتمده باش ممكن مشان نحمي في موقع لمولاتي.ام او هكذا المستمعات، مشان نحمي نحن السيدات من الاحتيال ولا من انه رايحين يعالجوا شعرهم ومشيو يدروا الشعر ديالهم. فعلا. اذا مستمعنا مازالين مواصلين رفقه خبير الشعر والتجميل احمد سليمان، تكلمنا معاه اليوم كيفاش نقويو الشعر ديالنا ونعتنيو به ونعتنيو بالبصيلات ديال الشعر. ففاصل وغادي نرجعوا باش نتكلموا على زراعه الشعر، هذا يعني الجديد، تقنيه جديده اللي غادي تقدم المستمعات ان شاء الله، وغادي نعطيو تفاصيل كثير عليها بعد الفاصل. لقنا بكم مستمعنا، مازال مستمر دائما رفقة خبير الشعر والتجميل احمد سليمان، غادي نختموا معاك ب يعني التقنيه ديال زراعه الشعر، وربما يعني عالميا معروف زراعه الشعر، كاين بعض يعني الكلينيكات اللي هما معروفين هنا بزراعه الشعر، ولكن نبغيو نعرفوا التقنيه ديال زراعه الشعر. انت مؤخرا يعني كنت في تركيا، فتكلمنا على هذه الزياره وبالتحديد على زراعه الشعر وحتى ديال قلتي لي الشعر ديال الحجبان. مثل ما بتعرفي سناء، نحن انا كنت بتركيا برحله عمل، عم بحضر ان شاء الله بواحد نوفمبر حيكون معنا جروب ينزل على اسطنبول. هول الصالونات معتمده عنا عم تشتغل بالفورموال اللي هو منتوج الاوركاديا. تعمقنا شوي بالبحث تبع الشعر وبصيلات الشعر. في عنا حالات للاسف انه عم يكون بدها أكثر يعني علاج للشعر. توصلنا مع مركز طبي باسطنبول، عم نفتح إن شاء الله هون قريبا مركز في الدار البيضاء إن شاء الله، مركز لزراعة الشعر. زراعة الشعر في ناس عندها فكرة عنه، اليوم حنحكي شوي مطول عنه. هو مش بس للنساء، هو نساء ورجال. حيكون عنا تقنية زرع الشعر بالراس وبالحجبان بالأماكن الخاوية، وهذه التقنية حناخدها من الشعر الطبيعي اللي موجود، يعني ديال الشخص بنفسه. يعني صحيح، حناخد البصيلات من محلات موجودة عنده كثافة شعر، حنحطها نزرعها بالأماكن هي اللي عنده فيها فراغ. فبصيلة طبيعية حناخدها ونزرعها، ما حناخد
يعني مش حنحط له شيء اصطناعي، حنعمل له شيء طبيعي. شيء طبيعي وشعر طبيعي يعني من عند الشخص، من عند الشخص صحيح. في المكان اللي عنده مثلا عنده البصيلات اللي كتفرز مزيان واللي الشعر فيها قوي. صحيح. وبالنسبه يعني للزراعه ديال هذا الشعر مثلا بهذه الطريقه، واش عنده وقت محدد وممكن انه مثلا يتعاود ولا؟ لا لا، هي مره واحده الزراعه وبيصير الشعر يطلع بشكل طبيعي وبيكون في صار حل هكذا. يعني كيساعد حتى انه الشعر ملي كنبتوه او لا كنديروا زراعه الشعر يعني كيبدا يطول الشعر بشكل طبيعي. صحيح صحيح. هذه ان شاء الله تقنيه جديده، نحن بمرحله التحضير لها. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. المهم هو انه ننفيدوا المستمعات ويعني من خلال برنامج لا مولاتي ومن خلال الجديد اللي كتقدم لنا. احنا مازال كنتظروا يعني المنتوجات العنايه بالشعر ديال المحجبات، انا ما كنساش المستمعات موصيني. وكذلك قلتي هذه التقنيه ديال زراعه الشعر هي خاصه بالرجال وبالنساء وحتى بالحجبان، لانه كتجي طلبات كثيره لتقويه الحجبان. صحيح. ففرصه انهم مثلا يديروا هذه زراعه الشعر يعني على مستوى الحاجبين. صحيح. نحن سبق وحكينا عن موضوع الأكسجين سبراي تبع المحجبات. هو نحن صار في ابتكار له وبمرحلة يعني الوصول للمغرب بتصنع وجاي إن شاء الله. هو كمان منتوج أمريكاني وطبيعي بيو، فإن شاء الله خصو شي شهر شهر ونص ليكون عنا موضوع هذا المنتوج تبع زراعة الشعر. نحن قلت لك بمرحلة التحضير المركز التحضير غادي تفتح ان شاء الله قريبا، إن شاء واكيد الله. انا غادي نقدموا للمستمعات يعني الوقت بالتحديد يعني ان شاء الله. نحن هيدي هدية حنقدمها بعيد الاضحى هذه الخدمة انه ان شاء الله حنقول وداعا لتساقط الشعر، حنقول وداعا للصلع ان شاء الله، نقدر نكون تحت حزن اكيد كالعاده ان شاء الله. شكرا لك بزاف خبير الشعر والتجميل احمد سليمان، مشكور جدا على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا ودائما كتقدم للمستمعات الجديد، وشكرا لك بزاف. الله يخليك. انا حنرجع نحكي كمان للمستمعين الكرام انه مثل ما حكينا الدياجنوستيك بعده مستمر، اهلا وسهلا فيهم. بمناسبه العيد بدي هنيهم مستمعين تواصلت معهم من فترة. بس فوليتي كتعرف المستمعات هن اللي خلوني يعطوني حافز انه نبحث اكتر ونتطور اكتر مشان نقدم لهم يعني الحلول للمشاكل الشعر. ينعاد عليهم ان شاء الله اضحى مبارك والله يحميهم. شكرا لك بزاف. اذا مستمعينا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه النصائح اللي قدمنا خبير الشعر والتجميل احمد سليمان، وغادي تعاودوا تلقاوهم في موقع lalamoulati.ma. لكم تحيه سعيده عقال رفقتنا اليوم في الاخراج البرمجه الموسيقيه، وسميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.